مستمر ولا هيمشي؟ مستمر. هي ناس فاهمه العقوبه غلط ولا ايه يا استاذ احمد؟ احب اوضحها. الراجل قال لك، الراجل قال لك واتخانق مع كارتيرون. مش يتخانق. امال ايه؟ بص يا استاذ احمد اشرحها بالتفصيل. اشرح لنا، قول للناس ايه الحكايه. انا الراجل اساسي بلعب. فلما جيت يوم المباراه عرفت ان انا مش اساسي الماتش ده، فبسال المدير الفني، وده طبيعي وبيحصل وارد، يعني احنا كنا بنعمله وغيرنا كان بيعمله وهيتعمل، مش حاجه جديده يعني. فلما لقى نفسه بره هو يعني اتضايق وانفعل شويه، وممكن يكون، انا طبعا ما حضرتش الواقع، انا سمعت. في فرق بين انك تشوف وتسمع. بس انتوا كمجلس لازم تعرفوا ايه اللي حصل. لما انا بقول لحضرتك، ايوه انا بقول لك عرفنا، بس ما فيش تقرير اترفع لكم؟ كل حاجه حصلت. ايه بقى اتقال ايه؟ لسه هنقعد بقى نحقق، احنا كنا مشغولين بقى وبتاع. طبعا الكلام بتتكلم في 48 ساعه بنلعب كل يومين ثلاثه. فهو الراجل يعني برضو دي حاجه كويسه جدا. كارتيرون حصل ايه منه؟ لا، قال له لا خلاص انا ده قراري للفني وانت مالكش دخل انك تتدخل فيه، وده حقه كمدير فني. فيعني لما النقاش، لما تعلي صوتك بقى وبتاع، فطبعا هو راجل فني ما قبلهاش وعلى صوته، فقال له لا طب خلاص شكرا مش عايز. ده اللي حصل. والراجل وجنش نفسه كلمني يوميها بالليل عشان يشوط الموقف، وقال لي اللي حصل بالظبط كده. مين اللي قال لحضرتك؟ جنش. ما جنش نفسه. قلت له خلاص يا جنش التزم بالكلام الراجل بيقوله ونفذ التعليمات. شرح لك الموضوع بالظبط كده. لكن ما حصلش ضرب وما حصلش لا 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 خالص، خالص ولا تطاول ولا صوت عيلي، بس احتد في الصوت. فهو الراجل من جنش. وهو اعترف بكده محمود جنش، ودي حاجه اللي انا بقول عليها تحسب له، ان هو اعترف وقال انا غلطت فعلا. وعندنا لائحه يا استاذ احمد بتطبق على الجميع، اللي غلط اللي بيعمل ايه، لما بتعمل كذا عقوبتها ايه في الورق بتقول كذا. هتطبق اللائحه. بس احنا ما بنعملش، ما بنالفش يعني. دي عباره عن ايه اللائحه؟ اللائحه بقى مثل هذه الظروف. ما هو لازم بقى الاول نقعد مع كمجلس او كلجنه ونشوف بقى اللائحه دي، لان في حاجات بتبقى فيها ايقاف ولا فلوس بتدفع ولا غرامه. اللائحه دي كتير يا استاذ احمد بنودها يعني، انما يعني ببساطه كده لكل يعني جزاء موقف ليه حاجه معينه. فاحنا هنشوف بقى في القعده، هنشوف اللي حصل ده هنبنده احنا بقى تحت انهي بند، يعني ياخد العقوبه واحد ولا اثنين ولا ثلاثه. هل كارتيرون طلب الاستغناء عنه فعلا؟ ده لا 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 خالص، وقال لك انا استبعاد. بص عشان برضه دي الحته اللي انا كنت حابب اوضحها. استبعاد لنهايه المسابقه، مش عايزه معايا بس خلاص. والمسابقه خلصت، ما كان فاضل لها خمس ايام يعني ولا حاجه. والمسابقه خلصت. فالناس بقى ربطت بيها بالموسم الجديد، وقالت لك جنش اخباره ايه؟ جنش موجود يا جماعه السنه الجايه. الراجل قال لها نهايه الموسم. والموسم خلص والحمد لله ربنا كرمنا يعني. بس جنش موجود. جنش موجود في الزمالك بالظبط. مش هتستغنوا عنه؟ لا 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 خالص. بتعتبروا من الحراس كويسين الثلاثة اللي عندنا؟ وعلى فكرة ده محمد صبحي راجع كمان من الاتحاد. احنا عندنا حراس. طب هقول لك على حاجة تضحك. أربع خمس أندية من الدوري اللي شغالين بيكلمونا بيقولوا لنا بيدونا جون، بس عايزين جون. عايزين فردة جون من أي زي مين؟ ما هو ده اللي أنا بقول لهم. طب عايزين مين بالتحديد؟ عايزين مين؟ أي واحد. يقول لك أي واحد. أي واحد من الثلاثة أربعة. لأن الثلاثة أربعة زي بعض، زي أحسن من بعض. ودي حقيقة. ودي يعني مش عايز اقول ميزه، هي ميزه وفيها حته تركه كده يعني ازمه شويه، بس هي ميزه ان انت عندك